قالوا نبدا هذا تدري يوم قال بدا ابو سعد قالوا وش يقصد فيها بدا يعني ولا ايش صار؟ لا ما في بدا، بدا يعني بدا ماني موافق يعني على طلب. انا اسمع انا بلاش اسمع انا بلاش مع المسؤول مالك لوا بس بلس شلتن على الخاطر شوي روح يقول خاطري داروه يا اللي تدارون اليتيم وانبكت عيني من الدمع لا تنهنه كبدي اللي مسه خافي الحزن المقيم. أحمد أنا الحين كل ما قلنا تشالت تزيد افتوقه سوالم. الله يسلمكم من الشر. خلاص خلاص مددناها 42 ساعة والله.